يعني انت بتتكلم انه عندك ايمان وبتشوف اخوك محتاج لرداء، محتاج لاكل، نعم. محتاج، وانت عم تغلق احشائك. شو هذا النوع من الايمان اللي انت مش عم تعمل محفز، مش عم تاخذ خطوه عمليه انك تفعل هذا الايمان اللي في داخلك حتى تساعد اخوك المحتاج؟ ما هو لانه ايمان ميت فمش قادر يحس بالاخرين، لكن الإيمان بيحيي المشاعر الحقيقية. أنا لو شفت شخص محتاج واحتاج حقيقي، الروح القدس اللي جوايا هيحرك أحشائي أن أنا زي أقدر جنبه، أقف جنبه، زي أساعده، وما أقولوش إذا بيستدفئ إطلاقا. لكن لو أنا ما فيش الإيمان الحي الحقيقي، يبقى لما ما شحاتين كتروا واللي بيستعطوا كتير قوي. فإذا هذا النوع من الإيمان، الإيمان الميت، خطير جدا، خطير جدا، لأنه بيوهم الناس أنه عندهم إيمان. وبقول لك إن سمحنا أقدر أقول إن في رجال دين عندهم إيمان نفس إيمان الكهنة وإيمان اللويين، وليس لهم إيمان المسيح. هذا الإيمان في نوع من اللامبالاة، إنه لم يكترثوا لحياة هذا المسكين اللي كان على الطريق. يعني عايز أقول ليه بيسمى الرسول يعقوب إنه إيمان ميت؟ الميت لا يشعر، الميت لا يسمع، الميت لا يحس، الميت لا يستطيع أن يقوم يعمل أي عمل ما، لأنه ميت. معي؟ والغريب إنه بيتكلم عن إيمان، بيتكلم عن إيمان، فعنده إيمان بس إيمانه ماله؟ ميت جواه.